اقتصد من طرف الوزارة والدولة والحكومة. نحن اليوم جسدنا الوقفة التي دعا إليها أطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي. هذه الوقفة من أمام وزارة التربية الوطنية. جئنا لليوم لكي نطالب بحقوقنا العادلة والمشروعة. جئنا اليوم لكي نقول لوزارة التربية الوطنية بأن هذه الفئة فهي مقصية من جميع الحقوق ومقصية من جميع الظروف الحسنة للاشتغال التي يعني يستفيد منها باقي الهيئات ديال الوزارة التربية الوطنية. فبالتالي وباختصار نقول لوزارة التربية الوطنية على أن هؤلاء الأطر فهم يعانون من داخل المؤسسات التعليمية. فبالتالي فالوزارة اعتبرت هؤلاء الأطر على أنهم إضافة نوعية للمدرسة العمومية، وجئنا كذلك لكي نجود الحياة المدرسية. فإذا بنا نفاجأ كأطر بأن تعطى لنا مهام التي هي خارج اختصاصنا، بأن تعطى لنا تكليفات التي هي خارج الاختصاص، وبالتالي نطالب الوزارة على أن تقوم بتدقيق مهام هذه الفئة، بأن تقوم بإلغاء مهام المساعدة الإدارية التي تم الإشارة إليها في مسودة النظام الجديد. وبالتالي نقول للوزارة كمطلب أول أن تقوم بتحديد ساعة العمل في 24 ساعة بالنسبة للسلك الابتدائي والإعدادي و21 ساعة بالنسبة للسلك الثانوي التأهيلي. كما نقول على أن هذا المطلب فهو مطلب عادل ومشروع نظرا للأجرة التي نتلقاها الأطر. وبالتالي لا يمكن أن نشتغل 38 ساعة التي يشتغل بها أطر الإدارة التربوية، فهم يتقاضون تعويضات عن المهام وتعويضات عن الساعات الإضافية. وبالتالي كأطر لا يمكن أن نشتغل 38 ساعة. إذا جينا هنا كنحتجوا على المسودة اللي دعت الوزارة، مسودة النظام الأساسي، وخاصة بالنسبة للملحقين التربويين. أطر الدعم التربوي كاين تراجع كبير في الحقوق ديال الملحقين التربويين، من بينها المسارات محفزة، لا يوجد أي مسار محفز، لا يوجد مهام مضبوطة، لا يوجد تحديد عدد الساعات، لا يوجد تعويضات عن المهام الإدارية. إذا هناك تراجع كبير في حق إطار الدعم التربوي. نحتج أمام الوزارة رافعين شعار ضروري فتح المسلك، وضروري من تقليل ساعات العمل، وضروري من تدقيق في المهام وحد في المهام الإدارية التي لا تعنينا في شيء. بالنسبة للملحق التربوي فهو يعمل بالمؤسسة التربوية وله اختصاص تربوي محض. كلفنا لسنوات بالحراسة العامة لمدة أكثر من 5 سنوات، وأنا أكلف بالحراسة العامة بتنوية محمد القري، واليوم تأتي الوزارة بقرارها في النظام الأساسي الجديد وتقصي الجميع الملحقين التربويين من الولوج إلى المسلك، وتضيف إليهم أعباء لا علاقة لهم بها، أعباء إدارية. ومن هنا إذا نطالب الكتاب العامين بضرورة التدخل، بضرورة التدخل لدى الوزارة من أجل رفع هذا الحيف وفتح المسلك بالنسبة للأطر ديال الدعم والملحقين التربويين، خصوصا الملحقين التربويين القدامى الذين كانوا يمارسون التدريس، فاليوم فهم أكبر الخاسرين، حيث أنهم مارسوا التدريس لأكثر من 20 سنة وغيروا الإطار للملحقين التربويين، واليوم يتم إقصاؤهم في حين أن إخوانهم في التدريس فهم يعني يمكنهم الولوج إلى المسلك وهم محرومون من المسلك. نطالب أيضا الوزارة والكتاب العامين النقابات بضرورة تقليص زمن تقليص ساعات العمل من 38 ساعة إلى 24 ساعة، حيث نعمل بدون تعويضات ومهام كثيرة جدا وتكلفات أيضا مجحفة. نطالب أيضا بحركة انتقالية منصفة إلكترونية، لا ليست فيها موافقة للمدير الإقليمي، ليس له يد فيها.